نيابة الحوقين بولاية الرستاق، هبة ربانية ارتسمت على زاوية من زوايا هذه الولاية العريقة، حيث الطبيعة بتفاصيل سحرها الخلاب، والتي باتت تشكل أحد الوجهات السياحية الطبيعية في سلطنة عمان. لماذا سميت بالحوقين؟ تحقن الماء، حيث أنها هي تدور في أنزل مناطق وادي من عرفة، وينزل الوادي من وين؟ من مري إلى نيابة الحوقين، وكل يمر على نيابة الحوقين ويظل هنا الماء، والحمد لله رب العالمين. من الشلالات، الخنادق، ومنطقة العين، هذا كلها أماكن سياحية. فمن اسم هذه النيابة تظهر هذه المساحات من جداول المياه المنسابة، والتي أخذت أشكالا وصورا قل ما نجده في مواقع أخرى. فما بين الشلالات بهديرها المتناغم وحسنها المتفرد، إلى هذه المساحات من الخنادق المائية التي شكلت جيولوجية بتضاريس خاصة على عمق وطول الوادي، لتصل بزائر المكان ومحبي المغامرات إلى هذه البرك التي تمزج ألوانها زرقة السماء، وهي تعكس أشعة الشمس الذهبية لتنشر ظلالا وارفة على ضفتي الوادي نخيلا وأشجارا برية. حصن الحوقين يقف شاهدا على عراقة هذه النيابة، فيما تعبر البيوت الأثرية والنقوش الصخرية والأبراج عن ماض فسيح شقت بسواعد الأجداد في مزج يتناغم مع الطبيعة البكر التي جعلت منها قبلة للزوار ومحبي الاستجمام.